احنا هناك في أرضمات قتلوهم وشردوهم وقاعد يدبوا الأولاد الشفاء الصغار، وقاعدين من النسوان كمان قاعد يشيلوا القروش وبيشيلوا منهم ممتلكاته وما بخلوهم بيجوا. قالوا وين قتلوا ما قتلوا ما عارفين ما هلا. وأنا أمي وأخواتي إيال أختي اثنين بس جينا، وثاني كمان أبوي ذاته محله ما بي ما لقينا، ومحلنا كله حرقوا حاجاتنا هي شالوا ما جبنا ولا حاجة معانا، جينا لو ملابسنا بس. جينا ماسين ومسكنا في الشارع، بعد ما مسكنا في الشارع وجينا انسجلنا ثلاثة يوم، بعد انسجلنا ثلاثة يوم انفكينا. هاي انفكينا هسه هنا جينا ماشيين. قدمنا ابوي واخواني هاي